عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة دارين كروشيه. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. جيت لكم في الفيديو الجديد عشان نعمل حرف ال R. طبعا احنا فاكرين عملنا ال N المرة اللي فاتت وقلت لكم الزينة بتاعته دي من فيديو في قناة ست بيت شاطرة مع أم عمرو. تمام، نفس الزينة عملتها هنا اهو، ولكن بخيط قطن اسمه اكسل صغير ورفيع قوي. الخيط ده بحبه جدا، بعمل بيه العاب صغننة، بستخدم معاه ابرة رقم واحد. تمام، ده انا كنت جبته اول ما اتعلمت الكروشيه. الخيط ده الابرة المقترحة لي 1.75 لحد 2 مليمتر. انا بستخدم معاه ابرة رقم واحد وده طوله 125 متر، ميد ان تايوان تقريبا، بس هو خامته حلو قوي وقطن يعني. تمام، ده كده الحرف بتاعنا هنشتغله دلوقتي بإذن الله. يلا تعالى معانا نبدأ. الصبارة الحلوة دي لو حد عايز يشتغلها هحط لكم لينك الفيديو بتاعها في الديسكريبشن بوكس من قناة أم أنفال كروشيه. هحط لكم أو يوميات أم أنفال للكروشيه، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله نبدأ. هنا الباترون بتاعنا ده بتاع حرف الار، والباترون ده يتعمل منه حرفين مش حرف واحد. عندنا كده هنمشي كده اهو لغاية السطر ده، وهنشيل الأحمر اللي تحت ده كده، يبقى ده حرف بي. تمام، يعني احنا لو ما عملناش الرجل دي هتبقى حرف بي. تمام، لكن لو عملنا الرجل دي هتبقى حرف ال ار. تمام، فانتوا تشوفوا الشغل لغاية حرف ال البي عامل ازاي، وبعد كده هنكمل ال ار. انا مستخدمة خيط اليزي فوريفر زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، وابرة رقم 1 مليمتر. تمام، هعمل ايه هنا؟ بيقول لي ابدأ بتمنتاشر سلسلة، 18 سلسلة، ومن تاني سلسلة اشتغل حشو هيبقى عندي 17 حشو. نبدأ. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17. بعد كده ارتفع السلسلة ارتفاع، ومن تاني سلسلة اشتغل حشو، 2، اشتغل 17 حشو وهرجع لكم تاني. يعني اشتغل حشو في كل سلسلة. بعد ما خلصت الحشو ارتفع سلسلة والف الشغل. انا عندي الجنب ده زي ما انتم شايفين جنب ستريت، مفيهوش لا تزايدات ولا تناقصات من اوله لاخره، مفيش ولا اي تزايد ولا تناقص. هنا اهو الشغل كله هيبقى هنا في تزايدات وفي تناقصات على حسب الشكل، وهنا كمان. تمام، فهنا اي بدايه في سطر زوجي من الناحيه دي ماشي هتبقى حشو عاديه مفيهاش لا تزايد ولا تناقص. واحد، هشتغل حشو، انا عندي دلوقتي 17 غرزة، هعمل 16 حشو، وفي الغرزة الأخيرة رقم 17 هتكون تزايد، آخر واحدة هتبقى تزايد. خلص 16 حشو وارجع لكم. خلصت كده 16 حشو وهاجي في آخر غرزة هعمل تزايد، يعني 2 حشو في نفس الغرزة. واحد، 2، ارتفع سلسلة كده، ده الدور التالت. تمام، كده خلصت اول والتاني، ها
هدخل على التالت، اوله هيبقى تزايد، بعد كده حشو لغايه النهايه. اول غرزه، اتنين حشو في نفس الغرزه، اتنين، وبعد كده هشتغل حشو كل الغرز. تلاتة، اخلص الحشو وارجع تاني، اوصل لغاية اخر غرزة وارجع لكم تاني. خلصت الدور التالت، هبدأ الدور الرابع، عبارة عن برضو حشو كله، واخر غرزة هتكون تزايد. دفعت سلسلة بلف الشغل وابدأ اشتغل حشو كل غرزة، واخر غرزة هتكون تزايد. طيب المفروض انا اشتغل الدور الخامس والسادس والسابع نفس النظام، يعني ثلاث ادوار نفس الكلام بشتغل. يعني دلوقتي هخلص هنا اهوت، اخرها هتبقى تزايد، انزل اعمل تزايد، بعد كده كله حشو. الدور السادس هيكون حشو كله واخر واحده تزايد. الدور السابع هيبقى اول واحده تزايد لغايه اخر واحده حشو بس. نخلص الدور، احنا في الرابع، نخلص الرابع خامس سادس والسابع وارجع لكم تاني باذن الله. خلصت لغاية الدور السابع اهو. الدور الثامن بقى، خلينا نقرب كده شوية. الدور الثامن اهو عبارة عن هرتفع سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، تمانية حشو هوقف، يعني همشي كده حشو لغاية رقم تمانية دي واوقف. تعالوا كده نشتغلها مع بعض. ارتفع سلسلة، هلف الشغل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. كده خلصت تمانية حشو. هعمل ايه؟ هرتفع سلسلة والف الشغل واشتغل الدور التاسع برضو تمانية حشو، تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ارتفع سلسلة، احنا كده خلصنا رقم تسعة وتمانية، ده وده. هشتغل رقم عشر، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، يعني كمان اربع ادوار اشتغلهم حشو فقط، تمن غرز، وارجع لكم تاني. خلصت لغاية الدور، مش هنا، خلصت لغاية الدور التلاتاشر اهو، تمام، وقصيت الخيط. انتوا ممكن تروحوا مكملين ترتفعوا سلاسل وتشتغلوا الجزء ده كده، وبعد كده تخلصوا ده، وبعدين توصلوا هنا. انا هوصل هنا وبعد كده هشتغل كده 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 مع بعض، تمام. قصيت اهو الخيط، هعمل عقدة البداية، هاجي هنا البداية عندي منين؟ من النص هنا تاني. البداية عندي من النص، يعني انا هعمل كده كده واسيب ست غرز، تمام،
ده 1 2 3 4 5 6 مش هشتغل فيها. 1 2 3 4 5 6 واروح لرقم 7، ادخل في الحلقة الامامية بتاعتها، ورقم 8 الحلقة الامامية بتاعتها عشان هعمل التناقص. تمام، نسيت كده، اسحب الخيط من حلقتين، بعد كده اسحب من حلقتين، يبقى انا كده عملت تناقص. بعدين اشتغل 1 2 3 4 5 6 7 حشو، يعني نتأكد من العدد. 1 2 3 4 5، لا كده في حاجة غلط. 1 2 3 4 5 6 7، تناقص احنا سايبين من جوه 6. 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، سبعة. كده خلصنا السطر ده. تمام، السطر اللي جاي ده هيكون تزايد، اول غرزة هتبقى تزايد، وبعد كده 1 2 3 4 5 حشو، بعد كده تناقص. انا ارتفعت سلسلة هلف، اول غرزة تزايد، بعد كده 5 حشو، 1 2 3 4 5. الغرزة الجاية هتبقى تناقص، انا هسيب الغرزة اللي جاية وادخل في اللي بعديها، يبقى كده ده تناقص عندي كده. يعني ممكن بدل ما اعمل اخد حلقة الامامية وحلقة امامية وبتاع، ممكن اتغاضى عن الغرزة وادخل في اللي بعدها. ارتفع سلسلة، هشتغل دورين، دورين عبارة عن حشو فقط، دورين حشو فقط، أداة 2 4 6 8، دورين حشو فقط فيهم 8 غرز حشو. تمام، أخلص دورين الحشو وأرجع لكم. الدور الجاي عبارة عن تناقص، يعني احنا لا احنا نبدأ من جوه صح، هنرتفع يعني سلسلة، هنبدأ الدور الجاي من جوه الشغل. عبارة عن سلسلة، وأول غرزة هتبقى تزايد، بعد كده نشتغل 5 حشو، 1 2. حاضر، طب خليها هنا، 3 على هنا، 4 5، يبقى كده 5 حشو تناقص. عندي غرزتين، هدخل في اسيب واحدة وادخل في اللي بعدها، طبعا بشد الخيط فيبقى ايه تناقص. كده اشد، اسحب الخيط، كده اتنقصت. ارتفع سلسلة، هعمل ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 حشو تزايد، 2 4 6 5،
سبعة، سبع حشو معلش. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، آخر غرزة هتبقى تزايد. طبعا ننتبه واحنا شغالين بالإبرة رقم واحد دي، يعني ساعات بتفلت تدخل تحت الضوافر بتجرح الصباع أوي يعني. بسم الله كده اعمل غرزتين في نفس الغرزة. طيب كده هبدأ بقى اوصل بين الجنب ده والجنب ده. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سلسة. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. اجيب الجنب الطرف التاني ده كده وادخل فيه اعمل منزلقة في كل غرزة. منزلقة، الغرزة اللي جاية منزلقة، الغرزة اللي بعدها منزلقة، الغرزة اللي جاية منزلقة. هفضل اشتغل المنزلقات لغاية النهاية. ده بالتلات غرز. تمام. هرتفع سلسلة وألف الشغل وهبدأ اشتغل حشو. فين بقى؟ اهو شايفين هشتغل حشو، افضل شغال حشو 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 لغاية اخر غرزة هتبقى تناقص. اشتغل حشو لاخر غرزة هتبقى تناقص. طب انا همشي النظام ده ايه؟ كام سطر ده؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ست اسطر بشتغل حشو وفي اخر غرزتين تناقص، حشو وفي اخر غرزتين تناقص. ماشي، هفضل شغالة كده اهو لغاية لما اخلص السطر اللي اعمل ست سطور بنفس النظام كده، كله حشو في الاخر تناقص. تمام، هتبقى هتلاقوا نفسكم في الاخر عند الجزء ده، خلصوا وارجع لكم. هعمل معاكم بس اول دور، انا بدخل اعمل حشو. خد بالكوا الدور دوت انا بدخل في الحشو اعمل حشو لان المنزلقة هيبقى صعب اني ادخل فيها. المنزلقة بص على الجهة التانية فمش هعرف ادخل فيها، فبدخل في الحشو بتاع الدور اللي قبلها. اتنين، تلاتة، اربعة، نعم، خمسة، ستة، هتقع، سبعة، تمانية. طيب انا كده عملت 8 حشو. عندي بقى اللي جايين دول ايه؟ السلاسل. هدخل في السلاسل، هما 6 سلاسل، هعمل 6 حشو. واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. سهلة خالص. تمام، بعد كده في الغرز اللي جاية دي هعمل حشو
في كل غرزة ما عدا آخر غرزتين هيكونوا تناقص. 3 4 5 6 7 تناقص. هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها. ارتفع سلسلة هسيب اول غرزة وادخل في التانية عشان ده كده يبقى تناقص، وبعد كده هبدأ اشتغل بقية الدور حشو، وده كده يبقى دور التاني. كملوا بقى للدور الخامس نفس النظام ان شاء الله، وارجع لكم بإذن الله. خلصنا لغاية السطر السادس ده كده خلاص تمام. هنبدأ بقى أدوار اللي هي ثبات عشان نعمل الرجل الأولى تمام. هرتفع سلسلة وبعد كده أدخل أعمل 8 حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8. عملت 8 حشو، هرتفع سلسلة وارجع ألف. شايفين احنا شغالين عند الايه، الجزء اللي هو الستريت ده مش اللي فيه كيرفات تمام. هرجع تاني اشتغل 8 حشو، يعني هي عبارة عن ادوار ثبات فقط، من مكونة من 8 حشو، لا بزيد ولا بنقص. اقول لكم بقى دلوقتي هما كام دور هنخلصهم وبرجع برضو، بس هنشوف كام دور. وفي كل دور برتفع سلسلة وبلف الشغل. احنا خلصنا الدور ده والدور ده، احنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هتعملوا 10 ادوار كمان ثبات، وبعد كده نرجع تاني. بكده خلصت ادوار الثبات بتاعت الرجل الاولى. كده اتشكل عندي حرف البي عشان اللي عايزه تعمل حرف البي. طيب لو انا هشتغل حرف البي هنعمل على الاطراف الخارجيه اللي هو سطر التصحيح، ولو تعملي الار برضو اشتغلي معايا عشان نرجع نكمل. هدخل في اخر غرزه عملت فيها حشو وعمل فيها حشو تاني عشان اقدر الف، تبقى الغرزه براحتها يعني. وافضل اعمل في كل دور حشو في الجنب كده زي ما انا شغاله. شغله لذيذ وخفيف ويعني مبياخدش وقت. نخلص حشو لغاية هنا. اخر غرزة ديت هعمل فيها 2 حشو وبعد كده امشي لحشو. اخر واحدة هعمل فيها 2 حشو وبعد كده اشتغل حشو لغاية هنا اهو. اللي هيشتغل يعني اللي يشتغل حرف البي يعمل لغاية هنا ومنزلقة في الغرزة دي ويقطع الخيط. اللي هتشتغل حرف الار تعمل لغاية هنا اهو اخر غرزة حشو وما تقطعش الخيط، تستناني هرجع لغدين. خلصت اهو حشو الاخر واحدة
هعمل ايه بقى؟ اللي هيشتغل حرف الار هيبدأ. احنا عندنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 غرز. هعدهم بس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8. هبدأ من اول غرزة اعمل حشو. هسيبه واسع شوية بس عشان استنى، هعمل كمان حشو في اخر واحدة عشان تبقى الغرزة مرتاحة وتبقى مكانها فوق صح. هبدأ بقى في السطر الطبيعي بتاعي ده، 1 2 3 4 5. لا كده 5 6 7. وآخر غرزتين هنا قال لي ان هما فيهم تناقص. آخر غرزتين تناقص، هرتفع سلسلة ألف الشغل. هسيب أول غرزة وأدخل في التانية أعمل حشو، يبقى ده كده تناقص أهي. هما قال لي هنا تناقص، وبعد كده أعمل 5 حشو تزايد، 1 2 3 4 5 تزايد، يعني 2 حشو في نفس الغرزة. سلسلة وأعمل تزايد. أنا هنا دلوقتي تزايد، خمسة حشو صح، 5 حشو تناقص، 1 2 3 4 5 تناقص. هسيب الغرزة الجاية، أو هسيب آخر واحدة أدخل في الغرزة الجاية أعمل حشو، وأسيب آخر واحدة من غير شغل، ده برضو كده تناقص. أرتفع سلسلة، وهيتدرى طبعا الشكل التدريجي دوت في إيه، في سطر التصحيح. التصحيح أسيب أول غرزة أدخل في التانية أعمل حشو، كده عملنا. لا السطر اللي جاي هيبقى حشو بس، معلش، حشو من غير لا تناقص ولا تزايد. أحمد، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى كده ايه دور الثبات. ارتفع سلسلة، هعمل تزايد، 5 حشو تناقص، تزايد، 1 2
تلاتة، أربعة، خمسة. تناقص يعني هعمل حشو في اللي جاية واسيب الأخيرة، ارتفاع سلسلة. الدور الجاي ثبات، يعني حشو فقط من غير زيادة ولا تناقص، اخلصه وارجع لكم. الدور الجاي هيبقى تزايد، خمسة حشو تناقص، تزايد خمسة حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تناقص. هعمل حشو في اللي جاي واسيب اللي بعدها. الدور اللي جاي دور حشو فقط، هيكون تمانية حشو، تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ارتفع. هعمل تزايد، خمسة حشو تناقص، خمسة، والتناقص هسيب واحدة ادخل في واحدة اللي قبلها. يعني الدور الجاي حشو فقط، ثبات يعني، هنا بقينا دورين. سلسلة تزايد، خمس حشو، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، تناقص. سلسلة وآخر دور حشو فقط. سبعة، ثمانية، كده خلصت حرف الآر. هعمل حشو تاني في نفس الغرزة الأخيرة دي، بعد كده في الجنب هعمل سطر تصحيح
طبعا احنا خلاص فاضل لنا الرجل الاخيره دي، هي اللي فيها ايه جزء التصحيح. طيب كده انا عملت التصحيح، هفضل لي هنا من الجنب ده كده والجنب ده تصحيح. اوريك بس ازاي نركب الحرفين. اجيب انا حرف الار ده على ده كده ماشي، زي العادة لما بنيجي نركب ناخد ندخل، ممكن ندخل في غرزة الحشو كلها اللي من سطر التصحيح دي على الغرزة المقابلة ليها. الخيوط دي كلها اللي في الحرف هتروح، واحنا بن ايه لما نقفله ونحط القطن. عايزة بس اظبطها بالظبط. تمام، اروح الغرزة المقابلة اسحب واعمل حشو. هفضل بقى شغالة في كل غرزة، ادخل في غرزة وغرزة مقابلة لها واشتغل غرزة حشو. حاضر تمام، هنعمل كله وبعد كده نعمل هنا التصحيح. تمام، اخلص واقفله، اخلص واقفله واصور لكم الحرف في الاخر. صح، قبل ما نقفله انا عملت نفس الشكل اللي عملته المره اللي فاتت بس بلون اصفر، هحطه هنا اهو. كل واحده ليها حريه المكان، اختيار المكان تحطه فيه. اخلص واصوره لكم باذن الله. ده شكل الحرف بعد ما خلص اهو، هنا عشان التوصيلة بس كده باينة. تمام، طبعا كان متعب في الحشو. هنا انا ما عملتش بغرزة الحشو، ما قفلتش بغرزة الحشو، انا قفلتها بالخياطة رايح جاي. تمام، حشيت بقى كويس وحاولت ان انا بالمقص ادخل القطن في كل الجوانب يعني، بحيث ان هي تبقى محشية كويس. وبكده الحرف الار بتاعنا خلاص. اشوفكم على خير الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.